شباب معكم احمد قشقر طالب السنه الخامسه. راح اتكلم اليوم عن موضوع علم، راح ابدا من البدايه من اليوزميلي. راح يكون البرزنتيشن طويل شوي مقارنه بالبرزنتيشنز الباقيه، انه هو اصلا الاخير في الجدول. راح اتكلم في النهايه بريفلي عن دوره جوز هوبكنز الثانيه. اوكي، واي تكلمت عن هذا الموضوع العام الماضي، لكن راح اعيده بريفلي. واي شود سمون ستدي فور يوزميلي؟ يعني ليش افكر اذاكر الاختبار اذاكر اكثر من سنتين؟ The most important thing is it's knowledge. يعني في النهاية الاختبار هذه knowledge، كمية knowledge مهولة مستحيل تأخذها إذا بس بدأت من ذاكرة في الكلية. وأتوقع عندنا الطلاب سنة خامس في كم طالب أخذ يوزميلي؟ إذا جيت تقارن النولج حقهم بناس ما أخذوا يوزميلي حتشوف فرق كبير بسبب مذاكرتهم لليوزميلي. And also generate different opportunities. You're generating or you're creating a new country in your opportunity book. عندك دولة كاملة في أمريكا أكثر من 30,000 مقعد، في السعودية بس 3,000 مقعد. عندك 30,000 مقعد زيادة حيزيد عندك، ممكن تقدم عليهم. من US Medical Residency and Fellowship، طبعا Fellowship هذه نقطة مهمة. كثير شباب يتكلم معاهم الآن نحن سنة خامس يقول بيكمل Fellowship في أمريكا. تسأل بديت ستيب 1، بديت ستيب 2، بديت ذاكر شيء، يقول لك لا والله ما ذكرت. أنا ما أستوعب هو كيف حيذاكر ستيب 1 باي كمستري وهو مخلص مثلا خلينا نقول ENT. مستحيل عقلك وقتها يعطيك 6 شهور عشان ذاكر باي كمستري وفيسيولوجي واناتومي من الصفر. اوكي لو انت انترنال ميديسن ممكن تمشي معاك بسيطه، لكن انت اي ان تي ولا اوفثالمولوجي ولا اي تخصص غير الميديسن والبيديا حتعاني كثير عشان تخلص ستيب 1. فلو تبغى الفيلوشيب ابدا من دحين وخلص ستيب 1. سيلف ساتسفاكشن حتعطيك ثقه، سيلف ساتسفاكشن كبير عالي مقارنه، يعني تدخل اختبارات وانت واثق، اختبارات الكليه مو اختبارات الكليه، تدخل اختبارات الكليه وانت واثق يعطيك وقت اقل عشان تذاكر اختبارات الكليه، بدل ما تذاكر مثلا 10 ايام الاختبار الفلاني ممكن تذاكر 5 ايام لانك انت عندك اصلا النولج. Prove that some students can do it. اول ما كان في طلاب بيفكرون في اليوزميلي في الكليه، بس الان الحمد لله بدا يتغير البيئه في الكليه وصارت الناس تفكر في اليوزميلي. Why not after graduation؟ تكلمت فيها قبل شويه. اول شيء it's not meant to be taken after graduation. هذا the most important point. It's not meant to be taken by residents. It's meant to be taken by medical students. If you can do it now, why do it then? If it's going to affect your grades now, it's going to make your grades better, why do it then? We have time now. حنتكلم عن time management بعد شوية. We have time. يعني اللي يقول والله الكلية ضغط ما في وقت ذاكر يوزميلي، لا في وقت كبير. وavoid gaps خصوصا اللي بيروح حتى الفيلوشيب. مثلا تلقى شخص يتخرج من الفيلوشيب 2015 ما يخلص ستيبس الا 2018، لانه ما يلقى وقت يخلصهم، فكي يضيع 3 سنوات كان ممكن يسويهم في الكليه وينتهي من ينتهي من صباع ستيبس وعلى طول بعد الفيلوشيب بيروح يكمل برا. Basic sciences are still fresh in our minds، خصوصا اللي سنه ثالثه ثاني. Basic sciences عندكم لسه فريش. فلما تذاكر الحين باي كيمستري مو زي لما واحد يذاكر باي كيمستري ومخلص باي كيمستري من قبل 10 سنوات. فراح يفرق كثير. برضه focus on research and clerkships when you finish step 1 يعني بدري في بعد سنه رابعه خلينا نقول مثلا. عندك سنه خامس تقدر تفكر تسوي فيها بحوث، تقدر تطلع تسوي فيها electives. Generate more opportunities for scholarships كلها. Makes clerical years easier. هذا الشيء لاحظته انا. صراحه clerical years جدا تعتبر بسيطه بسبب انك مخلص steps. مثلا الميكروبيولوجي عندك ما تعاني فيها حالات الانفكشس ديزيز، يعني تمشي فيها سريع لان الانفكشس ديزيزز قريبه جدا من اليوزميلي. الفارماكولوجي ما تعاني ابدا. الباثولوجي نفس الشيء، you know most of the pathologies that you're going to take in clinical years. Makes you more confident in words and discussions. ممكن تدخل discussion من غير ما تقرا، انا متاكد اغلبكم الحين اذا قلت له يلا نطلع بي بي ال من غير ما يحضر ما راح يطلع، راح يقول لا والله ما اعرف. اغلبكم حتى انت سنه اولى اوكي يعني ما انت يعني مو لازم تكون فاهم، بس لما تبدا تذاكر اليوزميلي حتى وانت في سنه اولى حتروح الدسكشن وانت في سنه اولى وانت واثق في نفسك لانك قاعد مع الناس اللي فاهم. ام سي كيو سولفنج سكيلز، انت خلال اليوزميلي حتحل ما لا يقل عن 5,000 الى 6,000 سؤال ام سي كيو. فالاسئله الام سي كيو حقت اليوزميلي ما هي ام سي كيو اللي سؤال واجابه وخلاص يور دان، لا سؤال جاوب على سؤال جاوب على سؤال عشان تجاوب السؤال اللي موجود في السؤال كامل. فالام سي كيو سولفنج سكيلز عندك حتصير advanced مقارنة بكثير من الطلاب. Improves your GPA indirectly. أنا من تجربة شخصية من بداية أجهز اليوزميلي الحمد لله معدلي ما طاح في ازدياد الحمد لله. Teaches you dedication and planning. هذه نقطة جدا مهمة. لما تعلم how to plan your studies،
how to study for your family, how to study for school. حتأثر على أشياء ثانية في حياتك. حتتعلم تسوي شيء planning لأشياء ما كنت تفكر فيها. Even if you're not about, if you're not sure about taking your residency in the US, take your Yosemite, then knowledge is everything. وزي ما هنا مكتوب اليوسميلي يساعد كثير جدا في اليوسميلي. انا افتح اسئله اليوسميلي الحين اشوف الطلاب يقولوا والله هذا السؤال جدا بيسك كل شيء. انت كطالب دارس يوسميلي والله تشوف السؤال مش السؤال بسيط الناس تعاني فيه. مثلا يجيب لك ميكانيزم اوف اكشن او مثلا الفلور كونيلونز اغلب الطلاب ما يعرفونها، لكن اللي دارس يوسميلي يعرفها وسؤال بسيط يعتبر عليه. هذا السؤال جاء مثلا في السيرجي واتس ذا ميكانيزم اوف اكشن الفلور كونيلونز، الطلاب بعد الاختبار يقولون هذا بيسك المفروض ما يجي، لكن اللي دارس يوسميلي جاوب ولا حتى فكر في السؤال، سؤال بسيط يعتبر. And many other things that I cannot think of. انت لو جيت تبدا تذاكر حتلاحظ انه في اشياء بدات تتغير فيك غير اللي قلتهم. So الريسورسز اغلبكم يعرفها هي كابلان وكابلان كيوبان سكتشي مايكروسوفت الفيرست ايد ما احتاج نتكلم فيها كثير. So let's talk about planning. الموضوع الاساسي لليوم للليكشر هو planning اكثر من هو why is usually important. Before I start, أنا قررت من بداية أدرس اسمي وبدأت أدرس اسمي في سنة ثانية أيام النيورو والفارما قررت إني أذاكر للكلية لوحدها ولليوسميلي لوحدها كل واحد انفصال تام وأشوف هذا القرار كان كويس لأنك لو تعتمد تسوي integration بين الكلية واليوسميلي راح يكون في عندك knowledge gaps كبيرة. مثلا عندك في هذاك الترم عندك فارماكولوجي مثلا عادي لو قلت واحد عندي فارماكولوجي حيقول لك خلص كتاب كفلان حق الفارماكولوجي كله في الروتيشن في البلوك حق الفارماكولوجي، لكن لو تفتح تشوف روتيشن الفارماكولوجي فعلا تاخذ فيه الانتي بايوتكس والكولونيل والسمباثيك والباراسمباثيك دراجز وبس ما تاخذ شيء زياده فيهم. فكيف حتخلص ادويه الجي اي تخلص ادويه النيورو؟ اتس نوت بوسيبل تو دو ذات. عشان كذا انا شفت ان جدا متباعدين المنهج والكتب فقررت اني اذاكر كل واحد لوحده. وايضا هذا الشيء لما تذاكر لوحده لما تركز على السلايدات والريسورس حق الكلية حتجيب درجات في الكلية، لكن لما تركز على كابلان اوكي ممكن يفيدك، بس لما تركز على كابلان بس وما تركز على الريسورس حق الكلية درجات ممكن تكون مرة فاهم بس درجاتك حتكون اقل بقليل من الطلاب اللي جايبين اعلى درجات في الدفعة. How to plan your exam? First you have to know that there are two plans or يعني طريقتين للتخطيط short term planning and long term planning. short term planning هو اللي كيف خلال الشهرين او الثلاثة القادمة ايش؟ او كيف حالاتك؟ المفروض تكون عارف حالاتك في الشهور القادمة، بس كيف حالاتك في الشهور القادمة؟ Short term planning first. First thing before you start studying anything، اي شيء تصير في حياتك، مو بس يوسمني. اعرف انت كم الوقت اللي عندك، وش هي الابيلتيز اللي عندك. إذا عرفت الوقت اللي عندك وعرفت الابيلتيز اللي عندك، أنتك حتسوي أي شيء تبغاه في حياتك. ما في شيء حيوقف قدامك. الخط غبي شوي بس مو مشكلة. اوكي answer the following questions يعني اذا قدرت تجاوب الاسئله الخمسه هذه قدرت يعني تكون واثق وجاوبتك فيهم انا متاكد التايم والابيلتيز حقتك حتعرفهم وحتقدر تسوي اللي يسمى السكجول حقك easily. How many lectures can I finish a day؟ اللي قلت لكم we're going to study independently for Yosemite and school. And how many pages can I finish every day؟ This is about Kaplan book. Where is my next exam? I'm in lectures. I'm in the next exam. النقطة مهمة حنجي عليهم واحدة واحدة بعد شوية. How many days do I need for my next exam? How many days do I have for yesterday? Okay. How many lectures can I finish every day? طبعا هذه النقطة very highly valuable between students. في طالب ما يقدر يخلص إلا محاضرة واحدة في اليوم. في طالب لا ما شاء الله يقدر يخلص خمسة. أنا كنت في أيام البيسك كيرز كنت أخلص تقريبا 3 lectures every day. كأفريج 3 lectures. طبعا في أيام تجيك محاضرة طويلة تخلص محاضرتين. جيت احيانا محاضره قصيره تلقى نفسك تخلص اربع محاضرات، لكن الافرج كان ثلاث محاضرات في اليوم. بالنسبه لكتاب كابلان تقريبا تخلص بين 20 الى 18 صفحه في اليوم، لكن هنا بس حطيت 18 صفحه تقريبا خمس ساعات مذاكره تخلص 18 صفحه او 20 صفحه خلينا نقول، يعني في الساعه اربع صفحات يعني كل ربع ساعه صفحه. مو شيء كبير. So now you know your abilities. مين هنا فيكم عنده إجابة للسؤال الأول؟ يعرف كم محاضرة يقدر يخلص في اليوم؟ 3 تعرف؟ كم؟ 3 أغلب ممكن 3 هو الأفرج أتوقع. فاللي يعرف الإجابة هذه يخلص جزء من الخمسة الأسئلة. مين هنا يقرأ كابلان؟
ما حد يقرا كابلان، لكن اللي يقرا كابلان ممكن بعد طبعا في البدايه ما حد يعرف انت كم صفحه تقدر تخلص، دائما يكون عندك بفرنج زون يعني ما تعرف تخلص 20 صفحه 30 صفحه 10 صفحات، بالبدايه ما حد يكون واضح عن الاجابه تاعك. نروح للاسئله الثانيه، What is my next exam and how many lectures are in the next exam؟ انا اذا عرفت اني اخلص 3 lectures في اليوم، وعرفت ان اختبار الفارما اللي في الاسبوع الرابع في سنه ثانيه في 15 lecture، منطقيا هحتاج 5 ايام عشان اخلص ال 15 lecture، واحط يومين للمراجعه، واحط يوم واحد زياده حصل لي ورد، فعندي 8 ايام فقط. فعندي انا باعتبار اني خلال 4 اسابيع حكون قاعد ادرس يسمى لي، لكن قبل اختبار الفارما عندي 8 ايام حوقف فيهم حركز فيهم على الفارما، حجيب درجه في الفارما، بعد ارجع لاكتب يسمى لي. So, how many days have left to يسمى لي؟ 4 اسابيع باعتبار انه الفارما في الاسبوع الرابع. 28 يوم في 4 اسابيع، 8 ايام زي ما حسبنا بالفارما، باقي عندي 20 يوم، 4 ايام بس، معدل بيوم واحد في الاسبوع. 4 ايام لاشياء ثانيه. زي مثلا سيمينارز بيبيبس قران اي شيء جاري لطرف طالب، فالمتبقيين 12 يوم في اول 4 اسابيع. ال 12 يوم لو ضربناها 18 حنكون خلصنا 216 صفحه من كابلان في خلال 4 اسابيع، غير لما كمل الكليه وجبنا فيها درجات وخلصت الاساينمنتس والبي بيز والسيمينارز اللي عندنا. 216 صفحه في كتاب في كتب كابلان هذه اكثر من نص كتاب تقريبا. فانت بالراحه خلال 8 اسابيع لو مشيت على نفس التخطيط بالراحه حتقدر تخلص كتاب كابلان كل شهرين. يعني وما حتعاني ما حتحس بوقت انك معطي نفسك ريست دايز، معطي نفسك 4 ايام اضافيه انك ممكن تروح تطلع زياده، ممكن يجيك مرض ما تدري شو هو، ممكن يجيك يوم ببيض طويل ما تقدر تخلصه. فالخطه تحس انه والله 216 صفحه في 4 اسابيع مع فارما وما ادري ايش حتحسها كثيره، لكن لو رتبت جدولك وقتك 216 صفحه اتس نثينج. هذا لو تذاكر 18 صفحه، لو تذاكر 20 يجيك 240 صفحه، يعني تقريبا 3-4 كتاب انت خلصته. Copy and paste the same idea throughout the years of your school. انا متاكد ما حد في سنه ونص بالكثير تكون مخلص كل الكتب حق كابلان. وفي نقطة مهمة، انت ممكن تسوي بلاننج من اول اسبوع، تسوي بلاننج من الاسبوع الاخير. لانه في الغالب لما يجيك الجدول يجيك الاسبوع العاشر تعرف انه عندك اختبار. انا عشان كذا لو كنت انا في البيسك ييرز يعرفون الشباب اذا في تاجيل اختبار تنفذ. يعني انا مسوي جدول من اول يوم في الترم، يجي طالب في الاسبوع التاسع استوعب انه والله الاختبار متاخر، يعرفني يعني استوعب ان الاختبار قريب، فيروح عند الاداره ولا يكلم الليدر ويقول له اجل الاختبار. طب تاجيل الاختبار راح يخرب جدولي لان انا رتبت بدايه السنه. فانت عندك الجدول من بدايه السنه مثلا اسبوع التاسع انت شايف انه عندك مثلا فاينل نيورو في سنه ثالث مثلا يقول النيورو 45 محاضره اتوقع او 40 45 عنده 15 يوم مثلا تحتاج تذاكر فيهم للنيورو، زيد عليهم 3 ايام حيكون مثلا الاسبوع السادس حتوقف مذاكره يوسيميلي، حتذاكر الثلاث اسابيع المقبله يوسيميلي. هذا من اول اسبوع تقدر تحدد وتقرره، فتقدر تحسب من اول يوم في الترم انت كم بالضبط حتخلص كتب او كم صفحه من كتب يوسيميلي. طبعا هذه نقطه مهمه، طريقه البلاننج هذه الحمد لله خلتني اقدر احط بلان، حطيت بلان في 2015 يوم 6 سبتمبر و2017 25 سبتمبر اخذت اختباري. سنتين بالضبط امشي على بلان كويس، بلان يور داي راح تمشي كويس وحتختبر على الوقت اللي تبغاه. لونج تيرم بلاننج، نحن تكلمنا عن الشورت تيرم بلاننج على الاربع او الخمس سبع الجايه، اللونج تيرم بلاننج اللي هو البلان اللي حتسويه على السنتين او السنه ونص حسب ما تعطي وقت انت. اتس ابوت يور ابيلتيز اند يور تايم. مقسم الفيز، انا عني قسمتها اربع فيزز، مو لازم تتقسم اربع فيزز، ممكن تو فيزز، ممكن 6 فيزز، لكن انا الفيزز حقتي كانت اربعه وكل فيز كان فيه جولز. وحنجي نتكلم عن الجولز. جولز فيز 1 كاتش اب وذ ذا بيسك نولج باي فينشينج اول ذا ريفيو بوكس، كتب كابلان، كتب الباثوما مثلا، كتب الهاي ييلد، اي كتاب انت تشوف انه ريفيو بوك وحيساعدك خلصه. جيت ا جلبس اباوت ذا اكزام، اقرا عن الاكزام، شوف شو هو الاكزام بالضبط، شوف طريقه الاسئله، اقرا اكسبيرينسز، وسع مداركك عن الاختبار واعرف ايش هو الاختبار بالضبط. تشينج يور اتيتيود ان سكول، هذا واحد من اهم الجولز في الفيرست فيز، يعني ممكن واحد يبدا يذاكر بس وصل رابع خمس اسبوع هو خلاص ما له نفس يكمل. فاذا انت قدرت تتجاوز الفيز 1 انك تغير الاتيتيود حقتك في الكليه وتمشي على جدول ستريكتلي، صدقني الباقي كله حيمشي بسهوله. فمن اهم الاشياء تشينج يور اتيتيود ان سكول اند ذا واي يو ستدي. اذا غيرت الطريقه اللي تدرس فيها، غيرت الافشنسي حقك، صرت والله بدل ما تذاكر
كيف هذه المحاضرات عودت نفسك صرت كويس صرت تقدر تذكر المحاضرات هذا من اهم الاشياء اللي في الفيز فيز 1 زي ما قلت تايكن امبروف يور افشنسي لانه كمان زي ما قلت يو هافينج اتس جونا بي نيو لايف ستايل انا اتوقع اغلبكم هنا في الكليه اغلب الطلاب في الكليه ممكن يكتفي بقراءه السلايدات او اذا طلع يقرا عن الموضوع اللي اخذه في الكليه في موضوع ما درس في الكليه ما يقرا له ايش اتوقع هذا الاتيتود عند اغلب الطلاب في الكليه فانك تغير الاتيتود حقك وتبدا تقرا المواضيع اللي ما درستها في الكليه لانك حتطلع دكتور ما حتروح في الرام تقول والله يا دكتور ما درسنا في الكليه فلازم تغير الاتيتود حقك في اللايف and start studying extra curricularly طبعا estimated duration بين سنه لسنتين ونص كل شخص له يعني كل شخص له امكانياته والوقت اللي عنده زي ما قلت هذا تقريبا هذا اللي سويته انا first semester of second year خلصت كتاب ونص كابلان and so on until you're done with all the books of all the Kaplan books. Sequence of subjects هذا نقطة مهمة في phase 1 كيف تبدا اي ماده واحد يجيب ويبدا مثلا اليوم هو يبدا يذاكر ايش الماده اللي يبدا يذاكر فيها ممكن هذا تصير كورليشن مع جدول الكليه لو جدول الكليه في سنه اولى انت تخلص الباي كيمستري تطلع سنه ثانيه ما عاد تشوف باي كيمستري فالباي كيمستري اول ماده ممكن تقول تحط عليها دم ستام خلصت ممكن تبدا الباي كيمستري وبرضه المايكروبيولوجي رغم المايكروبيولوجي اللي درس عندنا في الكليه بصراحه ناقص جدا انا اتكلم عن وقتها قبل 4 أو 5 سنوات انتم ما ادري كيف وضعكم لكن في اشياء كثيره ما درسناها في المايكرو ما درسنا شيء احنا ما درسنا شيء في المايكرو معاك كثير اشياء ما درسناها في المايكرو لما فتحت كتب كابلان انصدمت انا حاط في بالي انه والله اوكي نحن مخلصين مايكروبيولوجي في سنه اولى ما في مايكروبيولوجي في سنه ثانيه لكن فتحت كتاب المايكروبيولوجي لقيت عالم اخر بس انه نظريا انت خلصت في الكليه ممكن تبدا فيه لو تخلص البايكو او تبدا البايكو باي ذا اند اوف ذا فيرست سمستر اوف ذا سكند يير انت تكون خلصت الفسيولوجي خلصت الاناتومي خلصت البايوكيمستري خلصت المايكروبيولوجي فعندك اذا تبغى تبدا مثلا في الترم الثاني في سنه ثانيه عندك الاربع مواد هذه تقدر تبدا في اي وقت فيهم so it's better to plan according what you've done in school but you always can start any subject تبغى تبدا باثولوجي ابدا صرا ما صح بس تبغى تبدا ابدا عندك اليوتيوب يوتيوب is the best professor مين فيكم هنا ما يستخدم اليوتيوب وهو يذاكر اذكر زمان كان واحد كان بعض الناس يقول والله احنا ما اخذنا المحاضره هذه في الكليه كيف اذاكرها ما ادري ايش ما هو من 1960 ولا 1950 في يوتيوب اي موضوع ما شرحته تقدر تشوف اليوتيوب وتشوف 20 مقطع لين ما تفهم الموضوع كويس في عندك ابن نجيب طبعا تعرفوه فنجيب ان يوتيوبر ار يور بروفيسورز جوز اوف فيز 2 خلصنا فيز 1 تقريبا قلنا تاخذ من سنه ممكن الى سنه ونص حسب قدرتك انت حسب الوقت اللي تعطي حسب اولويتك للاختبار جوز اوف فيز 2 start familiarizing yourself with the questions of step 1 انا انصح الفيس 2 الواحد يبدا question bank غير اليوورد شويه يعني تف شويه وخليه في النهايه فابدا ب لا لا ابدا مثلا ب يوسف اللي ار اكس ولا يوسف ولا كابلان ولا ار اكس ريد فيرست ايد فور ذا فيرست تايم حتكون خلصت السبع ريفيو بوكس تقدر تقرا فيرست ايد رغم انه حيكون برضه ثقيل شويه بس تقدر تبدا تقرا فوكس اون يور ويكنسز في هذا الفيز هذا الفيز يمكن اكثر فيز ما هو مركب بالنسبه لي انا لانك يو فوكسنج اون يور ويكنس ممكن اليوم تقرا مايكرو ميستري لانك لاحظت انك ضعيف في الموضوع هذا تروح بكره تقرا مايكرو بيولوجي عشان انك ضعيف في هذا الموضوع فهذا اكثر فيز ممكن ما يكون اورجنايزد ممكن ما يكون عندك نظره واضحه له متى ممكن ينتهي او متى ممكن تخلص منه تيك يور فيرست ام بي ام اي ما هو مره لازم لكن لو اخذته غالبا ما حتنجح Let's be honest, غالبا او حتنجح على حافه اللي ما يعرف الام بي الام بي ام اي هي هو الاختبار التجريبي الخاص باليوسميلي تقريبا الدرجه اللي تطلع فيه قريبه جدا من درجه الاختبار الحقيقيه ستارت ريجستريشن بروسس حسب لكن غالبا فيس 2 انا عندي فيس 2 كان قبل الاختبار تقريبا 5 شهور فبديت اسجل فحسب يعتمد عليك تبدا الريجستريشن بروسس ولا لا الفيس 3 هذا الفيز اللي هو انا اشوف الفيز الاهم والفيز اللي فيه اكثر ضغط لانه يكون بقى على اختبار يمكن 3 شهور ولا حتى اقل استميتد دوريشن از اباوت طبعا هنا استميتد دوريشن اباوت 1 سمستر ممكن يكون اكثر يمكن اقل الجولز اوف فيس 3 اللي تبغى تاخذ اختبار نهايه السمر تقريبا المفروض 3 أو 4 سنوات حقه يكون فيس 3 فينش فيرست ايد از ماني تايمز از يو كان اقراه كم مره عيدوا خلص يور وورد كيوبان خلصوا مره ونص قد ما تقدر اقرا بثوما مره ثانيه لكن المفروض تكون قريته في فيز 1 اقرا بثوما مره ثانيه اند اجين اند اجين فوكس اون يور ويكنسز لا تشوف شيء صعب تقول والله ما ابغى وخلاص تسلف لا اقرا 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 في الويكنسز حقك
تيك ام بي ام اس تو تراك بروجرس. هنا حتبدا تشوف درجات الام بي ام اي حقتك تطلع فوق كثير. حتلاحظ انك بدل مثلا كنت تجيب 190 حتجيب 220 هذه الفتره، او حتجيب اكثر كثير لانه هذا بدايه الفيز هذا ممكن تجيب 210، نهايه الفيز هذا ممكن تجيب 240. هذا الفيز جدا مهم، حتقرا فيه فيرست ايد، حتخلص فيه يو 1 هو الاهم في الاختبار. مجرد تخلص اليو 1 حتلاحظ اصلا في طريقه تفكيرك ميديك اختلف تماما. هذا كان السكجول حقي من جد في فيز 3. كان هذا الكومبليت اف اي 5 دايز، هذا كان التكمل حقت فيز 2. بعدين يو 1 اسسمنت، بديت اخذت اسسمنت، بعدين باثوما جريت زي ما قلت لك، جريت باثوما، جريت باثوما كان وباثولوجي نوتس، هذه جوليان باثولوجي نوتس، اناتومي سلايدز ما قريتهم. بعدين فيرست ايد 33 دايز، اللي عرف فيرست ايد تقريبا 600 صفحه قسمت على 20 طلعت تقريبا 33، وكنت اقرا 19 صفحه او 18. بعدين ام بي ام اي، فلاحظ الخطه هذه كنت مسويها من قبل الصيف، انا عارف الصيف كم يوم بالضبط، خططتها بالضبط توصل الين يوم الاختبار. 2 دايز ات ذا بيجينينج اوف سكول، هذه بريك اللي كان اختبار ثاني كان دراسه. تمام؟ فيز 4 هذا الفيز اللي قبل الاختبار يمكن ب 10 ايام ولا اسبوعين. هذا الفيز اللي خلاص لازم تحط في بالك انك بعد اسبوع حتختبر، لازم تبدا تجهز نفسيتك. فبيعز وذ ذا اكزامينيشن سنتر، تراك يور سليب هابتس. ممكن في الشهور الاولى الدراسه تنام في يوم الساعه 4 ما في مشكله، بس قبل الاختبار باسبوع انك تنام لسه الساعه 4 هذه مشكله. لازم تعود نفسك تكون ليله الاختبار مثلا تنام الساعه 10. ريبيت ذا كويستشنز ذات يو سولفت رونج، حتلاحظ عندك اسئله حالها غلط في وولف. ريلي فيرست ايد فور ذا لاست تايم، انك ما راح ترجع له مره ثانيه، حتختبر على اساسه. فاينل تيبس، انا اخذت الاختبار بعد سنه، ثالث، انصح كل الطلاب الكل ياخذون بعد سنه رابع لعده اسباب. اول شيء سنه رابع حتفيدك كثير في اليو سي ام ال الاختبار، حتسهل عليك. ثاني شيء الجاب بين ستيب 1 وستيب 2، انا الجاب اللي بين ستيب 1 وستيب 2 حقي تقريبا سنتين ونص، الطلاب الامريكان الجاب حقهم سنه وشويه. فانت لو اخذته بعد سنه ثالث حيخلص سنه رابع وحيخلص سنه خامس بعدين تاخذ الاختبار، فحيكون سنتين وشويه، الجاب كبير شويه يعتبر. فخذ الاختبار بعد سنه رابع حتصغر الجاب حتجيب درجه احسن. اي تيك مور اسسمنتس، انا اخذت يمكن ثلاثه ولا اربع اسسمنتس بس، حاخذ اكثر لانه الاسسمنت يجي عليها مسألة الاختبار. I do more questions in phase 2. أنا سويت أسئلة في phase 2 بس تقريبا خلص يمكن 800 سؤال بس بدل 800. قصدك بالاسسمنت اللي هو الام بي اي؟ ام بي ام ايز واليو وورلد اسسمنت. في عندك وفي اشياء ثانيه بس اهم واحد الام بي ام اي واليو وورلد اسسمنت شوي. Quality should always be over quantity, especially at the beginning في phase 1 ولا phase 2. شوف نفسك والله مثلا اليوم قررت ذاكر 18 صفحه بس نهايه اليوم لقيت نفسك مخلص 10 صفحات. مو مشكله don't panic. اهم شيء الكواليتي. الكوانتيتي حتلحق عليه عندك سنتين قدام، لا تشيلها، اوكي حيلخبط جدولك شويه بس مو مشكله، يو كان ادجست. فورث يير هذه تكلمنا عنها. ستارت ايفن اف يور نوت شور اباوت ذا اكزام اباوت تيكينج ذا اكزام، هذه قلتها في بدايه الليكتشر. ستارت ايفن اف يور نوت شور اباوت تيكينج ذا اكزام. نيذر نيجلكت اور ستيك تو كابلان، في بعض الناس ذاكر كابلان وتسجل فيه نوتس وتشيل النوتس تحطها في وورد في فيرست ايد وما ادري ايش، يصير فيرست ايد حق كتاب كابلان ثاني. غلط، فيرست كابلان كتاب الفهم. حتلاحظ انت اصلا تذاكر باي كيمستري بدايه سنه ثانيه تدخل نهايه سنه رابعه ولا بدايه سنه ما حتتذكر، لكن حتكون فاهم ايش يبغون منك بالضبط. حتيجي فاتره اسبوعين في فيس بوك حتقرا كل شيء، حتحفظ اللي تبغى تحفظه بسرعه. هذه نقطه للطلاب سنه اولى وثانيه، تكفى لا تاخذوا الليكتب بعد سنه اولى ولا سنه ثانيه. انا عارف الطلاب اخذوا الليكتب بعد سنه اولى وسنه ثانيه، مضيعه وقت والله مضيعه وقت، ذاكر لك بيسك ساينسز. انت في حياتك المهنيه قلت تشتغل، دخلت كلية طول عمرك 18 حتتقاعد عمرك 70، 52 سنة أنت دكتور، أول 3 سنوات منهم بس حتذاكر بيسك ساينسز، الباقي أنت كلينيكال فيزيشن. استثمرت الثلاث سنوات الأولى في البيسك ساينسز صدقني حتلاحظ هذا الشيء يفرق معاك لين ما تتخرج لين ما تصير ريزن لين ما تنتهي. فيا شباب لا حد يفكر كلينيكلي كثير، حتطفش من المستشفى، حتيجي زي اللي عندنا الحين يجي الساعة 9 يوقع، خلي الدكتور يوقع يمشي الساعة 9 و10. ما يقدر المستشفى. فالطالب سنه اولى وثانيه لا تتحمس، حتى سنه ثانيه لا تتحمس كثير على المستشفى. جايك في المستشفى حتطفش من المستشفى، حتهرب من المستشفى. ركز على البيسك ساينسز اذا عندك وقت، ذاكر انت لسه في اول 3 سنوات. اذا الاساس حقك كويس صدقني ما حتتعب في الكلينيكال ييرز ولا حتى لما تتخرج ولا حتى لما تذاكر الاس ام ال. بيسكس. الناس الحين ممكن واحد كذا يحس انه ليش اذاكر بايوكيمستري؟ ليش اذاكر الفارماكولوجي الميكانيزم اوف اكشن؟ لا، لما تذاكر الميكانيزم اوف اكشن هذا الشيء يزيد الريتنشن عندك. انت لما تحفظ اسم الدواء بس
حتنساها، لكن لما كنت حاول اسم الدواء والميكانيزم اوف اكشن والسايد افكتس الريتيشن حق الدواء حيبقى اكثر في مخك. اوكي ممكن تنسى اسم الدواء بس انت عارف شو هو الدواء وشو انت حتجاوب على طول. فالبيسكس ولما تبني باك جراوند للنولج حقك حيزيد الريتيشن عندك. How much اعيد السؤال هذي، How much time do you have and what are your limitations؟ اذا قدرت تجاوب هذه الاثنين تقدر تحدد من بكره متى حتختبر. اوكي خلصنا اللي يسبب لي، نتكلم عن ايش صار؟ عنده مسألة. هل يعتبر too late انك بعد سنة ثالثة تبدأ؟ It's never too late to start the step one، بالعكس. أنا بديت بعد سنة ثالثة. It's never too late. start بعد سنة ثالثة وتبدأ بعد سنة خامسة. هذا الصيف هذا يعتبر شيء كويس. إي مرة كويس، عندك عندك سنة الصيف، عندك سنة ثالثة وسنة خامسة، ذاكر ستيب 1 واختبر مثلا حط الجول حقك اختبر بعد التخرج على طول. بعد التخرج اهتم بالاسم اللي، خلص الاسم اللي بعدها ستيب 2. امشي. You have time حتى لو واحد سنة خامس، اوكي ممكن الوقت متأخر أكثر بس في عندك وقت. تفضل. والله الدكاترة عندكم راحوا ما عندكم أحد. ما أدري مين يدرسكم. فهذه النقطة مهمة، أنت تقدر تبدأ كابتن تخلصه ويصير تقدر تكمل على الفيرست ستيب خلال السنة الثالثة والسنة الرابعة وتختبر بعد السنة الرابعة. فأنت ما تبغى تنط على طول على الفيرست ستيب لأنه الفيرست ستيب هو الجول حقك في النهاية أنك تقرأ فيرست ستيب. ما تبغى تنط على طول على الفيرست ستيب لأنك ما حتقدر، حتشوفها قليل جدا. فخلص كابتن عشان تقدر تستخدم فيرست ايد. اذا كنت اقدر ابدا فيرست ايد واشوف انه عادي ابدا فيه؟ ابدا فيه بس حترجع لكتب الريفيوز كثير مره. حترجع كتب الريفيوز كثير مره لانه مثلا بايك ميستري في فيرست ايد اذا فتحته وقريته كذا ما راح تستفيد ابدا، راح تضيع وقتك. اوكي حتحفظ شويه تيجي ممكن بكره تقراه تحفظ بتجي بعد اسبوع ما انت متذكر شيء انك ما انت فاهم انك حافظ بس. مثلا هو ممكن الماده الوحيده اللي ممكن اقول الشخص مو مشكلة بتاعها من فيرست ايد على طول هي مايكروبيولوجي. لأنه المايكروبيولوجي اللي في فيرست ايد كافي جدا، والمايكروبيولوجي ما يحتاج فهم كثير، يحتاج حفظ أكثر. هي أعتقد المواد الناس تطلع عنها من فيرست ايد باثولوجي كل أغلب المواد إلا 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 المايكرو، المايكرو ممكن تبدأ من فيرست ايد على طول، لأنه ملخص بطريقة حلوة يعطيك اللي تحتاجه أنت ميديكلي. يسأل ثاني شوي؟ تفضل. خلال فترة كبلان هل استخدمت مثلا هل اخذت الدورة اونلاين او لا؟ هذه نقطة مهمة، انا من الناس اللي لا انصح بالدورة ابدا. الدورة بالنسبة لي كنت اتكلم من طلال، الدورة بالنسبة لي ما ضيعت وقت وما ضيعت فلوس. انك في 6 اسابيع تاخذ لك بايوكيمستري وفيسيولوجي واناتومي سبع اسابيع بصراحة غير منطقي ابدا انه يصير يكون عندك التنشن. متى ممكن تاخذ الدورة؟ لما انت تكون نفسك قارئ عندك كونفدنس في النولج حقك، تحتاج انسان بس يعطيك ريفيوز. لكن اغلب الطلاب في الكليه ممكن انت مستوى خرافي، انا ما اعرف كيف تسوي، انت مستوى خرافي تقدر تاخذ دوره، لكن انت مستوى تشوف انك افريج غلط انك تاخذ دوره في 6 اسابيع او 7 اسابيع تعطيك كل اللي درسته في 3 سنوات غلط. انا انصح لي في 14 اسبوع حتى اللي ب 14 انا ما جربتها بس برضه اشوفها شويه افضل، لكن يمكن 14 افضل من 7. ايوه الحين قلت بتجاوب بعد سنه ثالث يعني جهز تختبر بعد سنه خامس، ليش مو بعد سنه رابع تختبر؟ لانه في الوقت غالبا ضيق، سنه رابعه ترى اوكي انا اقول لك انا كانت اسهل لي بس سنه رابعه ترى عندك محاضرات مواد كثيره يعني. اوكي سنه خامسه صح اسوء بالنسبه لي، لكن سنه رابعه مثلا تيجي في الميديسن ممكن خلينا نتكلم في فيديو اتذكر عدد المحاضرات 60 في الفاينل 90 في ما ادري والله شيء كثير مره 57 الميديسن شيء كثير زي كذا ودوام المستشفى ياخذ منك فصعب في سنه واحده تخلصهم كلهم وتركز على ستيب 1. بس ممكن انت مستواك زي ما قلت لك اتس يور ابيلتيز اتس يور تايم، شوف انك قاعد تروح بس امشي على الفيزز وشوف تيك ان اسسمنت شوف مستواك، هل انت قادر انك تختبر بعد سنه رابعه ولا لا؟ ما انت قادر لا اجل الاختبار سنه ما فيها مشكله. صحيح. البيس هي تجي لحد 3 لانه البيس عندنا نزل ثالث. شوف ليش؟ مثلا لما تاخذ بيسك مثلا دخلت تاخذ مثلا تاخذ ما ادري بالنسبه لنا احنا في السنه الثانيه ما اخذناها. السنه الثانيه احنا ما اخذنا المادرس، اخذنا المادرس في المستشفى فزاد الريتنشن عندي لما صار في كلينيكال كورليشن. مثلا الكانسرز بشكل عام اتوقع اغلبكم الحين في البيسك ييرز يكرهك كانسرز، يقراها يقرف منها يشوفها كذا ما يحفظها كويس، لكن لما تطلع كلينيكال ييرز تقرا مثلا في التيومرز والكانسر حتحس ان المواضيع السهله ما هي الصعبه، حيصير في ريتنشن اكثر عندك للكانسر والتيومرز. مثلا المايكروبيولوجي انتي بايوتكس اوكي حتحفظها حتحل اسئله عليها، لكن لما تطلع سنه رابعه تروح للميديسن وتشوفها كلينيكلي، تروح للبيدي وتشوفها كلينيكلي، السيرجري تشوفها كلينيكلي، الريتنشن عندك حيزيد والتفكير عندك حينضج زياده. هذا الشيء لاحظته كثير
تفكيري بعد سنه رابعه اختلف كثير عن بعد سنه ثالثه. انت قاعد تدرس كلينيكال في سنه رابعه ما هو بيسك، فالتفكير الكلينيكال يساعد. في امريكا ياخذونهم يعني عندهم انتجريشن عالي قوي، لان يقول لك عندنا انتجريشن هنا، بس انتجريشن عندنا هنا عباره عن محاضره ولا محاضرتين في الكورس، ما هي انتجريتد نفس المحاضره. ما تقدر الدكتور البيسك اللي يشرح لك فيسيولوجي يسوي لك انتجريشن مع الكلينيكال. سمعت انت عندكم جمعه ما شاء الله يعطيكم انتجريشنز مع الكلينيكال لكن زمان احنا دكاتره ما كان عندنا يجي يحفظك من سيشن والاورجن سيشن ويمشي ما يعطيك اي شيء كلينيكال، فهذا الشيء ما يفيدك ما حيفيدك كثير. في كان سؤال وراء بس انه كان فاين. في الحفظ هل تستخدم مثلا كاردز عشان تحفظ ولا تحفظ؟ نقطة الحفظ مثلا المايكروبيولوجي والفارماكولوجي اكثر مادتين فيهم حفظ. استخدمت عليهم سكتشي مايكرو صراحة جدا جدا مفيدين، انصحكم كلكم اتوقع تعرف شو سكتشي مايكرو. افتح موقع النت وخذ الفري ترايل حتدمن عليه. اكتب سكتشي مايكرو سكتشي مايكرو اكتب لهم جواب سكتشي مايكرو. في لكنا يفتحوا جواب سكتشي مايكرو. في عندهم فارما وعندهم باثولوجي وعندهم فارماكولوجي صار كله. ايوه كم هذه محاولات ستيب 1 محاولات ستيب 1؟ نعم محاولات هي اخذت الفيرست محاوله تنطبع بجبهتك سواء نجحت او رسبت. اذا نجحت ما تاخذ غيرها، اذا رسبت تنطبع بجبهتك انك راسب بس تاخذ مره ثانيه. ولو 290 يشبك راسب. فا اتس وان تايم يعني قبل ما تختبر ركز بعدين اختبر. يعني ذاكر كويس اعرف انك اتس وان تشانس ان لايف لو رسبت حتضيع مالك كبير في الميديكال ريزيدنسي في امريكا. في كان سؤال؟ قلت عندي الصفحه الواحده تقريبا ربع ساعه صح؟ اتكلم عن نفسي يعني. طيب صفحه يعني اقدر اقراها في ثلاث دقائق كذا بس كذا كذا بس لا اقدر اتكلم قرايه فهم هدوء يعني مثلا تتكلم انت فهم مثلا في البايو كيمستري في الصفحه هذا ما راح تفهم شيء. تقرا بهدوء تفتح مثلا على الباث واي وكذا حاجه ممكن ربع ساعة، طبعاً أتكلم على هذا قدراتي، ممكن يروح 10 دقيقة، 20 دقيقة. لا بالعكس يعني لو بقرا المحاضرات ممكن ساعة كاملة على صفحة واحدة بس. أنت ممكن حتشوف الفيديوهات ولما تشوف الفيديوهات أنا كنت أشوف بعض شفت الفيديوهات بس في البايو كيمستري وبثورة، من تشوف الفيديوهات حتلاحظ إنه ينقل أشياء، في أشياء كثيرة في كتاب كابلان نصيحة أقولها، في أشياء كثيرة في كتاب كابلان ما هي ضرورية لكن هي فقط وسيلة فهم. فألقى ناس تقدر تفتح كتاب كابلان تلاقي كاتب النقطة في ما واجهت مشكلة قبل اني كنت خلص بداية اول نص الكتاب اذا خلصت النص الثاني تنسى النص الاول قلتها في المحاضرة انت بتنسى لكن موجودة واضحة تتذكرها اذا جيت تقراها مرة ثانية جيت تقراها فيرست ايد حتتذكرها اوكي كمان تذكرها مرة انت تقراها مرتين ثلاثة حتبقى في مخك وليش لو تروح للدرس فور حقي كتبت هنا The first aid for the last time estimated duration 10 to 14 days. يعني هدفك النهائي المفروض يكون هدفك النهائي انك تجهز اللي يسمى لي انك تذاكر first aid في 10 ايام. تخلص first aid من صفحه لصفحه 600 صفحه في 10 ايام. تنام على الكتاب في 10 ايام وتختبر. هنا اغلب اللي انت اللي فيه له حفظ حتقدر تحفظه ان شاء الله لانك انت اصلا عندك سنتين شويه 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 شويه. الين ما توصل لمرحله تقدر تخلص الكتاب في 10 ايام. يعني تخلص 60 صفحه تقريبا في يوم؟ في اخر 10 ايام قبل الخلاصه. خلصت تقريبا 60 صفحة في اليوم. شلون يعني تلب يعني تشوف اليوم كم ساعة عندك؟ اليوم عندك قول 24 ساعة 8 ساعات نوم قول ساعتين أو ثلاث ساعات أكل وصلاة الباقي كم ساعة؟ باقي لك 13 ساعة 13 ساعة من 60 حتقال لك ثلاث إلى أربع صفحات في الساعة مو صعب جدا إذا أنت مجهز أنت معود نفسك أنك تقرا من زمان. بالنسبة كابلان هل ضروري مع الفيديوهات ولا؟ أنا بالنسبة لي ما شفت إلا في البايو كيمستري وشوية في الفارما. والباثولوجي هل؟ الباثولوجي بثوما. أنا ضيعت كتاب الباثولوجي بثوما يوم جيت بذاكر كابلان ما ذكرت كابلان باثولوجي. كان سؤال نفسه الفيديوهات بس الحين في تحديثات في كتاب كابلان. أيوه في تحديثات. شوف دائما كابلان إذا جاء حد يكتبه ما في ذاك الفرق الكبير. يعني أنت عندك نسخة 18 ونزل 19 لا كمل على 18 عادي هو اللي يفرق والكتاب اصلا غير مختلف كتاب فيرست ايد. كتاب فيرست ايد ما يفرق صراحه ذاك الشيء لكنه هو اهم شيء الاختبار انت حتدفع تجهيزك الاختبار مبالغ كبيره. موجود في الجرير يا اخي الدكتور. ايوه الاختبار لوحده ب 4500 ريال تقريبا. يو وورد تقريبا 500 ريال. فيرست ايد 200 ريال. يعني كل لو انت قررت تختبر في 2020 اشتغل 2018 2019 وذاكر عليه بعدين اشتغل 2020 وذاكر عليه عادي.
اليوور تدفعه مره واحده خلاص يكون اليوور في عدد في سنتين في سنه في 6 شهور في 3 شهور بس انا انصح طبعا انت هذا الفيس حيكون فيس فري لما تشترك في وورد لما تشترك 3 شهور في وورد ما حتقدر تسوي ريست للاسئله عشان تدو ات اجين فلما تشترك 6 شهور حتقدر تسوي ريست وحتقدر تسوي مره ثانيه فهذا انت 6 شهور شفت ان حسب ما بقى على اختبارك 6 شهور مش تحت سنه بقى على اختبارك سنه وجيت توصلت في فيز 3 خذ سنه حسب وقتك اول كتاب كوستم ديفيوش اول كتاب كوستم لما تشوف الكوستم في البدايه ما هي عشان تتعلم قد ما انت تشوف الطريق حق الاسئله حق الاختبار الاسئله حق الاختبار كيف مثلا ابدا اركس يسمى لي اركس ولا يسمى لي كابلان إيه الأركس حق تستيقظ أو إنك ممكن تشتري في كتاب في بنك كتاب في المكتبة في جرير تلقاه فأي كتاب بس يبين لك كيف طريقة أسئلة الاختبار أغلب بس الاختبار في المكتبة ده دايما what's the most common يسمى لي ما في سؤال زي كده أعتقد يبدأ في كابلن 50 دولار كابلن مش خيار كويس حتى يسمى لي أركس خيار كويس لأنه يسمى لي أركس يبين لك إنه فرست إيد فا كويس طيب الأسئلة هذه أبدأها بعد ما أخلص مثلاً البايوكيمستري أبدأ أسئلة البايوكيمستري هلا ولا شوف كنت أبي أسوي زيها لكن للأسف تكون غير جاهز أوكي خلصت كابلان البايوكيمستري لكن في إنتجريشن في الأسئلة في شوية فهم ما حتكون جاهز مرة حضيع الأسئلة خلص أنا نصيحتي فيج ون لا تبدأ أسئلة يعني خلص كتبك أفهم البيسك وبعد فيج تو شوية أبدأ أسئلة في أسئلة هاي ايوه كيف بنتغير الاسئله الكليه؟ لا هذه نقطه مهمه انا قلتها في بدايه الدرس يا شباب. Study independently for step one and the college. زي نستخدم تابلت ريسورس بدل الالكترون غير السبيل اوكي كويس بس اهم شيء اللي شفته عن الكونتينيوز اهم شيء استغل. يقول لك اقرا كثير مره اللي يجيب الدرجات استغل. لا تجهد نفسك كثير اللي يبغى درجات الكليه يا شباب يركز على السلايدات. اوكي اقرا كويس اقرا من برا وانا اختار انك تقرا من برا لانه انت في النهايه تحتاج نولج ما تحتاج سلايدات النولج بس لكن تبغى درجات سلايدات حتجيب درجات اغلب بس الدكاتره من السلايدات اغلب فاوكي انت اخرج برا ممكن عشان يزيد فهمك عشان تكمل عشان يكون عندك نولج جابس لكن الدرجات سلايدات لكن انا دائما انصح دائما اقرا برا يا شباب مو عشان الدرجه عشان نفسك انت عشان لما تقرا عشان نفسك انت حتسهل على نفسك سنه رابعه، حتسهل على نفسك سنه خامس، حتسهل على نفسك اسمين، حتسهل حياتك على نفسك. اوكي؟ معليش ال نسيت السؤال. في كلام انه ممكن اختبار الاختبار في السب 1 او الاختبار في الاسم ممكن ياثر على قبولك. اي لا ما قلت لهم حتى يعني. حيفتح مثلا الاي سي بي ان جي حق الام حق اسمين يقول هذا اختبار ما حد داري عنه. لا تقول لي احد انك اختبرت. متى أفضل وقت تشوف الاختبار نفسه؟ بعد سنة رابعة. بعد سنة رابعة عندك ثلاثة شهور بعد سنة رابعة أقرأ فيها. خلي مثلاً بعد سنة رابعة تكون فيس 3 وفيس 4 خلصهم وروح الاختبار. بداية سنة خامسة. بداية سنة خامسة ونهاية سنة رابعة حسب وقتك وحسب أنت تبغى تأخذ إجازة لنفسك أسبوع أسبوعين شهر تبغى تبدأ على طول تروح تبدأ دراسة في الكلية اللي تشوفه أنت. خاصة لو في وقتك أنت كمان ما حيكون في رمضان إجازة. راح تاخذ الدراسه في رمضان فشيء كويس. وفي نقطة مهمة بس يا شباب ذكرتوني فيها. في 2022 اتوقع وصلت الخطر. مو اي طالب يقدر يكتب اليوسف مني. لازم يكون من كلية معتمدة من الاي سي في ام جي، مو الورد دايركتوري اوف ميديكال دايركتوري اوف ميديكال سكولز اللي الحين موجودة اسم كليتنا فيها. في زي ما تقول تصريح خاص من الموقع من اليوسف مني لاي كلية طلاب عشان يختبرون. فانتم انا انصحكم صراحة مو سنة ولا ثانية. ابدوا اشتغلوا على الموضوع بيتكم. من الكلية للأسف ما أتوقع أن في قسم أو دكتور مسؤول راح يشتغل على الأشياء اللي ضغطوا الطلاب عليهم، ما في طلاب كثير يختبروا يسمون في الكلية، هذه نقطة ما حيشتغلون الكلية إلا ضغطوا عليهم الطلاب. لو مثلا أبغى أبدأ أقرأ من الأسئلة في الفيز 1، أنا بتصير مذاكرتي أصلا مثلا في الصيف مثلا عندي وقت فاضي، فودي أجرب أسئلة. جرب أسئلة عادي بس لا تخليها زي ما قال الأخوة انك تخلص بايوكيمستري تخلص كل اسئله انت بايوكيمستري. اي هذا كان سؤالي، هل مثلا يفضل عقب ما اخلص السبجكت يعني خلص السبع المواد ثم بعدين بعدين نهدي